جيت من الشغل فتحت باب الشقة ورحت فاتح الأوضة، اتلاقيتها قاعدة عمالة تاكل في التورتة تورتة تورتة عمالة تاكل فيها. قلت لها طب اتخلص اكل انت؟ قالت لي شوية كده يا حبيبي. طيب دخلت قلعت اللبس، خدت الحمام بتاعي، اتفرجت على التلفزيون، بفتح عليها الباب اتلاقيت وشها ملحوس، وشها كلها وبقها كلها تورتة. بقولها انت مش هتخلص اكل النهاردة ولا ايه؟ بتقول لسه مش بعتش. ماشي، رحت قافل عليها الباب تاني، قعدت اتفرج على التلفزيون واكل سوداني واكل ترمس. فتحت الباب لحد ما خلص بين الساعه 3 صباحا، لقيتها جوه شغاله برضو في التورته الازرق. ايه الليله السودا دي؟ قلت لها انت مش بعيش؟ قالت لي ما بشبعش. قلت لها طيب، رحت قافل الباب، عندي شغل الصبح بقى، رحت قافل الباب، ما انا عايز حاجه. رحت قافل التلفزيون تاني، رحت فاتح التلفزيون، قعدت اشرب في بيبسي وحاجه ساقعه وكوكاكولا، واتفرجت على فيلم. فتحت الباب خلاص من حد الفجر اذن، الفجر بيقول الله اكبر، فتحت الباب لقيت لسه عماله تحش في التورته. قلت لها انت هتخلص يا انت؟ انا ما في ايه، عندي شغل الصبح، انا الفجر اذن، الفجر اذن، انا هروح شغل امتى؟ ولا حامل تنادي تورته فنادق شغاله طول الليل وطول النهار عليه. قلت لها طب وانا فين؟ انا فين؟ انا عندي شغل، انا عندي شغل، وماسكه الشوكه والسكينه راح ترميهم وبالايد ولوش. اخر ما اتخنقت ضربت نفسي بالنار، نطيت من عندي من الشقه. ليه؟ دي مش عيشه، دي مش عيشه، دي مش عيشه. ده جايبين واحده بتاكل بس، ما بتاكلش غير في الاكل. يا خرب بيت ابويا، انا يا خرب بيت ابويا، اجيب لها منين ده كله؟ اجيب لها منين يا جدعان؟ يا جدعان ده انا خلاص انا بفكر ان انا انتحر، اروح انتحر بقى.